هذه القصة حاليا في أكثر الصحف الكندية. محامي من مدينة برامتون أونتاريو اشترى من المطور العقاري بيتين تحت الإنشاء في مدينة أوكفيل أيام الصعود. اشترى البيت الواحد بقيمة 2,400,000 دولار، خلى وديعة 400,000 على كل بيت، دفع 800,000 دولار على البيتين على أمل أنه يسكن البيت والبيت الثاني يرتفع سعره ويبيعه قبل التسليم، يسموه أسايمنت. اللي صار أنه اختلف السوق، نزلت الأسعار. اليوم التقييم مالت البيت الواحد ما يجيب له 1,900,000 دولار، والمطور العقاري ده يبيع نفس البيوت بين 1,800,000 و1,900,000 دولار. فهذا المحامي يريد يرفع قضية على المطور العقاري، وراح على الصحافة ويقول ما أعرف لمن ألوم، الحكومة الكندية لو البنوك اللي صعدت سعر الفائدة ونزلت الأسعار، لو المطور العقاري اللي ده يبيع بأقل من السعر اللي أنا اشتريت به قبل سنة. أنا أحب أن أناقش هذه القضية، لأنه كثير من أبناء الجالية العربية اللي اشتروا من المطور العقاري وهم باعتقادهم أنه راح يشتري اليوم مثلاً بسعر معين وسوق العقار راح يظل يصعد حتى أنا أبيعه قبل التسليم، يسموهم دولة speculators، يعني الشخص اللي ده يشتري على أمل أنه يصعد السوق ويبيع، مو لأنه هو يريد يسكن. أوضح نقطة مهمة جداً، أنت من تشتري من المطور العقاري انت بالحقيقه ما تشتري عقار، لانه العقار بعده هو مو جاهز. انت تتوقع عقد او تشتري عقد، على اساس هذا العقد انت تدفع مقدم اليوم، والمطور العقاري راح يسلمك بيت بعد سنه او سنتين او 3 سنوات من حين موعد تسليمه ويتم بناء البيت. السوق خلال هذه الفتره احتمال يصعد احتمال ينزل، فانت اذا حاسب حساباتك على الرقم اللي انت اشتريت به البيت انت ما عندك مشكله، ممكن انه تشتري هذا البيت وانت تسكنه حتى لو صار اختلاف في السعر. بس اكثر الناس اللي اشتروا من المطور العقاري اشتروا على اساس انه هم راح يبيعوه، يسووا له اسايمنت، يحولوه يعني الشخص اخر قبل موعد التسليم. هذول الناس هم اللي حاليا دا يتعرضون لمشاكل كبيره جدا، لانه اولا تقييم البيت دا يطلع اقل من القيمه اللي هم اشتروها به، ثانيا الشركه العقاريه اللي تبني البيوت حاليا تعرض بأقل من السعر اللي باعت به قبل سنة لأنه السوق تغير. أنت ما تقدر تجي تعتب على المطور العقاري تقول له أنت ليش تبيع اليوم بسعر أقل، لأن هو شغلته يبني ويبيع، فلما كانت عالية تكلفة البناء عالية وسعر الأرض عالي كان هو يبيع بأسعار عالية. بس لما اليوم نزل سعر الأرض وتكلفة البناء قلت، من حقه أنه هو يبيع بسعر أقل، لأن هو هذا سعر السوق اليوم. النقطة الثانية، انت لو كانت الاسعار مرتفعه ما كان رحت انت عوضت للمطور العقاري انا ربحت تعال نشارك بالربح، صح لو لا؟ فانت بنفس الوقت لما نزلت الاسعار المطور العقاري ما مضطر انه يعوضك شيء. واني ما انصح شخص يستثمر بهذا المجال، فقط في حال انه انت اذا انت تريد تسكن للبيت، مو انه تشتري بيوت على امل انه هذه راح تصعد وبعدين اسوي له اسايمنت قبل التسليم. هذه المشكلة نفسها صارت بسنة 2017 وبعدها تعدل السوق وتعوضت الخسائر مال الناس، بس حاليا تكررت بسنة 2022 وإن شاء الله تتعوض ويتعدل السوق مرة أخرى، بس راح يحتاج وقت. الشخص اللي حاليا يمر بهذا الموقف الله يعينه، لأنه لا البنك راح يموله على السعر اللي هو اشترى به، ولا التقييم راح يطلع نفس التقييم، ولا يقدر يبيع بنفس الأسعار اللي هو اشترى بيها.